إبراهيم، أبنائنا الطلاب الجدد دفعة 2020، بنرحب بيكم في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأهلا وسهلا بيكم. في البداية بنهنيكم على اجتيازكم اختبارات القبول بالمدينة، وبنهنيكم كمان على اجتياز الثانوية العامة بدرجات عالية، وبنتمنى لكم إن شاء الله دراسة معانا في مدينة زويل تستفيدوا فيها بكل الإمكانيات اللي موجودة، وتكملوا مسيرة زملائكم اللي انضموا لينا وتخرجوا موجودين في أماكن كتيرة في مصر، وبيخدموا في أماكن كتيرة في مصر وفي العالم، وكلنا بنستكمل مسيرة الدكتور زويل رحمة الله عليه. ومش فقط المدينة بنهتم بالدراسة فقط، احنا في عندنا أنشطة طلابية كتير، بدعوكم برضو انكم لازم تبصوا عليها وتنضموا ليها وتشاركوا فيها، سواء كانت انضمام لأندية او انضمام لمسابقات وتحقيق انجازات، برضو المشاركة في مؤتمرات اذا استطعتم، برضو نستفيد من زملائنا اللي موجودين في الجامعة ونستكمل المسيرة. وأي استفسارات موجودة عندكم، الإدارة وأعضاء التدريس كلهم بالكامل موجودين لمساعدتكم. كل الطلاب بنرحب ونهنيهم. وبالنسبة لمواضيع، طبعا احنا كلنا شفنا في القبول موضوع الدعم المادي لبعض الطلاب المتقدمين ليه، احنا بنحاول نبذل قصارى جهدنا ان احنا فريق تنمية الموارد الموجود عندنا الفاند ريزنج تيم شغال برضو على الرغم من كده في محاولة الوصول لدعم نقدر تسبورت برضو الطلاب أثناء الدراسة إن شاء الله، بالإضافة للمنح اللي تم تقديمها سواء العشرة الأوائل في المدينة أو في امتحان القبول أو بيت الصدقات والزكاة المصري، بالإضافة أني برضو زي ما أنتم عارفين أني في دلوقتي بعض المنح الكاملة المقدمة، وإن شاء الله تستمروا وتستمر المدينة في دعم الطلاب المتميزين خلال الفترة القادمة إن شاء الله. وأهلا وسهلا بكم في مدينة زويل.